السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده كاسيت شارب، الموديل بتاعه جي اف شارتا 8080 اكس، صنع في اليابان، عبارة عن راديو اي ام واس دبليو واف ام وشريط كاسيت، ونشوفه مع بعض. ذيس كاسيت از شارب راديو اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب، موديل جي اف داش 8080 اكس ميد ان جابان. كان معانا على مدار الساعات اللي فاتت عدى حلقة يوم الثلاث 7 مارس. حس بإيه تجربتك عاملة؟ لعيبة الترجي بتنقل مع بعض. إذا وجدت أحد يتكلم مع غيرك أن تنتظر حتى ينتهي من الكلام الذي هو فيه، لكن الله تبارك وتعالى عذره وعلمنا في شخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبيده لغاية ما هذا البطل يعمل حاجة من فوق في عربة حيث يمكن حجزها. يعني والمدرب الكتاب في ليالي فمتعفنين في هذا الوقت غالبا تهاجم الجراثيم والأمراض. يا عيني قولي لو يوصفوني، يا عيني قولي لو يوصفوني. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله انه الاعجاب حضراتكم. ده كاسيت شارب، الموديل بتاعه جي اف شرطه 8080 اكس، راديو متعدد الموجات اف ام واي ام واس دبليو وشريط كاسيت، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو نول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This cassette is sharp radio multiband FM and MDS W and tape model GF-8080F X made in Japan. Thank you.